ألم يروا معا للأرض والسماء عميل وبكم وشقاهم رسما نبهكم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك والفوق الماء أليس من خلقها بقادر على انتقام من ظلوم غادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستهزئين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت بالخمر والبيض والبنيان طول العمر لبسوا فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرع منهم وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني يبسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين تفي عما جبت منه والمبيع نصيبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيشش بما رجوت منه عام جيشش علي لله الكريم الأكرم عدم النقد الحقي المنبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان والشرى من المبيع عجبني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما مني الشرى مبيع لقيانة الماح كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صل وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي مناي والقلوب ليني وجه لي التصغير والخبولا والتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناؤه منه أرون إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة نبست فيه ونبست قبله وبعده فاشكر إلهي كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والكسخ لي سولي يا الله يا يسخر كل سيء بائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة من قد كفاني آية وحجة قلت لوجهك الكريم ومنك عودي له لست أروم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات قم وذات جذبي سقلي يا أكرم ما يمسيني جملة ما فارقت للتحسيني لوجهك الكريم فارقت الجميع فلي بدن علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناديت بالآيات فاجعل كلما أخصته منها إليك سلما يا رب حققت رجاء اليوم ولا توجه إلي لوما شكي أزلت فزد الإنارة واشتد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبده بل ومنه قد ينال قصده عليت بالله العظيم العظيم ذا توبة من ومئ معزم قص بما لله خالق البشر به أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجهه برم أسأله الوفاء والعناء والغناء به وأن تكفني العناء متى توجه إلي ضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسط ذا إيماني ومن شقائي أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه القبور في سفري وحضري وفي الطيور هب لي يا معيد عودا أحمدا بغير ما تركته بأحمدا عليه في الآل وزد تعليمي ربي بجاه المصطفى عليه سل بكل من نمي إليه سخلي في مولد ذي الإكرام خير المنى وصولي والمرامي هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن فلتخن الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في سر وفي
الجهل يا أكرم بالهال وفي مل إني النص ولا تصلفا علي وقفني الهوى والغلطات نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وخير الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من خدت إلى أنت الحفيظ والكريم والشكور أقبل مكاتبي بأحسن الشكور وخيرني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بتصغيري سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بتقليبي يا من لديه سرمد المطلوب قلب لي الأعيان والقلوب وصر بكل سرمد ميز يا من له معناي كالملفوظ وقيتني الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أعط الحياة ربي باحتسابي والمجعل الذي مضى حسابي وص بأجر الله رب العالمين مع الجزاء المصطفى الهادي الأمين له ابتدي الصلاة بالتسليمي ربي بآله وزد عليمي كف بجاهي العظيم عني كل أذى وتتقبل مني مني تقبل وتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا إجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير جارية مقام جملة الخيور عندك في تمرد وفي الطيور رد العدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عدت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفر يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل وصحبه العظام وسلما واقبل به هذا النظام وقل رب زدني علما وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخافة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبس ما قد كان عندي بما لديه راجيا سلالا شتما يا رب علمني علوما نافعا عني وعن أهلي شقاء دافعا على النبي صل وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم لهب من العلوم يا وهاب له الإياب والذهب ما غاب عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده من خطأ وعمد أن يمحو الذنوب والعيوب الغيوب له توجهي مع الكتاب وسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاتبا هب لي يا وحاب كونيا لك كما تحب سرمدا بفضلك لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خيرا ورقني إليك أنت الإله الفلك الملوكي يا مغني تغني عن السلوك لك القلوب ولك الأبدان كما لك النجل والويدان لك البحور ولك الأنهار والليل والساعة والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان قالسا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هناك شاكرا وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي وتكفر عني جميع ما علي يا ظلمني دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانطفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يسلسك فمغرور سليل شكري وذكري لفاطر السماء وظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من راض لي اليوم زمي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاؤه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسه ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسخر عدا ذوي الرياء
هو العلي والعظيم والبصير الحي والقيوم والمؤمن النصير له الجلال وهو عدل المنتقم وإنني عبد له لا أنتقم هو الذي متى دفعت الدفعا وحيثما قذفت النفع النفعا أغناني المغني عن السلوك وليروق جملة الملوك له توجهت لدى أعدائي وراضهم لي وأسال دائي ملكني الحروف والأنفاظ وبي يهدي بعده حفاظا لي يجود بعد بالمعاني وليروض كل من يعاني كفى بكونه الحفيظ الأيديا عني كما زهز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجعل بمحور الهور لي جعل فيها بالجهادين معا ولي ما فاق مرادي جمعا هجت منها سالما من العيوب ومن عداية للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني توبى وفي الدار سلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مصير الخط والي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إنشاؤه وراض لي زماني دعا كلامي ومدادي للشكور ربي يفوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من شرمدا بملك قد سمي قد عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يسر مطالبي في دار السلام وحيثما مكس إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدا بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبرا عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلاك شريكا يا من له الأمر الورى يا باري قل لي ورب لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ارتفع الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا سلمني هب لي يا قهار في سليومي قهر المعدى وبشرا في خومي وسخت بالوهاد والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح يا فتاح يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يخبض عني كونك الخابض يا مولاي ما يسوقني يزدني ضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والصنيع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل سالعارين ملكني السميع والبصير ما قد رمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثاء بعد فراق والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يقيب الكريم سائلا لجد يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم كر لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيب باعثا أنت الشهيد كنك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رب للجميع وأن تسلم بسلام على الذي به تقيني الظلام ربنا الله ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فتونني بك وكن لي حمدا بكونك الوهاب والأكرم كن لي بكن في كل ما لي لم يكن نعجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام ربهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مغني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك وليستقي كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا أبل حبيبك صلاة بسلام خلالي وسابي وكل يا سلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محوت يا رب توجه الضرر لقبلي وليتكون بالدرر حبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحيي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجائه وتهدني خير لقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم لنصف الفئر أسايا منتقم ربي بكونك العفو وجدي
بالعفو والخير الكثير قل لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك فسخلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أسأله صلاته على البشير وأن يسوق لي ماله بشير لو توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى بالصلاة بسلام في آله مع الصيام يا سلام هب لنبيك صلاة تصطفى مع السلام الدائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع السلام الطيب يا صمد لو اكتب الصلاة بالتسليم خلال وصل بذوي العلوم لو صلاة بسلام القلب خلال وصل بوسط قلبي اكتب صلاة بسلام للنبي خلال وصل بوجد الذنوب للمصطفى بلال وصحب اكتبي عني سلامين ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توسلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب لي يا الهي لو خير صلاة مع السلام والتوجه للصلاة تفضلا علي انت المقصد برحمة قلبي بها ينبسط من علي من بالذي المجامع تشاخ لي به رضا يا جامع انت الغني وغنيت بك يا ربي وعن قلبي نفيت شكيا لك توجهت وانت المغني فصار مرنت لي بفضل يغني انت الذي حميتني يا مانع وانني بك الهي قانع عني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لوجه النفع فانت النافع ومنك ارجو افضل المنافع يا نور هب لي النور والتنر بيا قلوب خوم تخت حتى علقوا بيا هب لي هدايتك هب لي هدايتك انت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي البدائع الحكم انت البديع وتكن يا حكم سخلي يا ذا الارض والسماء سخلي يا ذا الارض والطباق فوق المنى ولي يكن يا باقي لجد بان اكون خير وارث وخير موروث فانت الوارث لجد برشد يا رشيد واكفني جمله ما يسوني وتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاه وبسلامه وبشر وفلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب ذكر الإله قال لي مراديه وقالني بأبدل مرادي أجابني قبل بالشهر رمضان من قال لي ما رمته بفيدان لوجه الكريم قال للمنى بلا أذن وبي يباهي الأمنا ليتي تابت لرب أذكر إلى جنانه وإني أشكر أنالني الباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود بغير ينتهت إداي والفتون بمن يقود لي الشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما به أذن كما كفاني الألما تاب علي الله توبة معت جملة ما لم يرده لي فمهت أسكى سلاميه على قيل الورى كنت كما إلي قاد السورى بوجهه وجاهه والكتب يجل خطي منه حقا بالتب بوجهه وجاهه والكتب يجعل خطي منه حقا بالتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعذبك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من قال وقولك الحق ووعدك الصدق ذلك الكتاب صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
وجل هذه الأبيات مكتوبة في سراج قاتك بلا مهو أبدا آمين يا رب العالمين. زلي لرب كفاني العار والتبابا كما كفاني قوما لا سموت بابا أسكى سلامي كريم نافع سمد على الذي بي يباهي جملة نجوبا أسكى سلامي كريم نافع سمد على الذي بي يباهي جملة نجوبا لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إسقاد للعجبا كتبت في البهر سعيا خالصا وبه صلى عليه الذي بالدر قد ذهبا لله شكري ورضواني ومحمدته على مكاتيب ذكرا أخجل الكتبا كتاب ربي حبيبي سرمدا وله ما لم يحوزه ولا يهويه من كتبه تسيئني الضر والأعضاء في أبد كتاب رب كريم بالمراد أبا أراني الله في القرآن مطلبته ولي ينابع فيد أخجل السهبا بدائع الذكر كنز لا يفارقني وقد كفاني نارا لازمت تببا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الواهد القهار من الشيطان الرجيم المطرود الغرور الزليل نكس على عقبيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد بلا نهاية أبدا أني آمين يا رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين زكاة عقلي يتزايد لدى أعوذ المباهة وينير البلدى أكرمني الكريم بالمباهة وفي حلالي جاد بالرباه ليقود الله فيما ليبيع مزدها إلى سوى نهب القبيع كتابتي كبتت المبارزة وفر خائبا ولن يبارزة أزب ربي كل مرعب إله سوى جنابي وظفرت بالإله لاقت إداي كل شيء قصده وغاب كل ولغير رسده كسب لي قد يدي ما لم يراه لغير ذاتي ولغيري لن يراه توجهت مكاره الدارين لغير ذاتي مع الآلين إلى سواي ولغير ما تماه ربي لي ما صونه قد هتما برأني القدوس من تهم من وجهه القلاء وغره الزمن برأني القدوس من تهم من وجهه القلاء وغره الزمن لا ريب في كون الإله لي لنا تغربي منذ أتى بالخلدا أكرمني بأهل بدر الفئام وذذه إلى سوى نهو اللئام رمت لهم جملة ما يليق بهم من الله وزل قليق يلاو قد لأهل بدر الكرام جملة ما عثرت لهم بلا انسلام بان لكل من له مقبول مجيئهم لي وذا من قولوا فصوا بكونهم معي في الاقتراب إن العداء وبعد كوني في التراب يسون دوري معا عن الحسد يسون دوري معا عن الحسود عباد من فاق الكمات والأسود هرب كل من نهى بالسوء نهوي كالواشين والمسيء دفع أهل بدر الأعداء بغير نهوي ووقيت الداء إلا سوى ذاتي ينتهي سقم وتنتهي لغيرنا زو النقم لم ينهني شيء يودي لفساد وليس ينهو لمبيعاتي كثا لم ينهني الوشاة والمساهد بأهل بدر الذين سادوا مد لي الله بلا انتهاء ما سرني والكد ذو انتهاء تسيئني الأقدار والآفات كوني باقيا بلا انتفاهات تفضل الباقي علي بارتقاء وقادني الى الجنان بالتقى قلت له كليتي مع اكتساب وقاد لي حلاله بلا حساب يقودني الى الجنان بالصور وانه لي قاد احسن الصور نفى انائي واتاب الخلدا والارتفاع ليسان البلدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
وسلم تسليما لا ريب فيه، لا ريب في كوني عبد الله، والخل والحب له لله. عزب ربي الذي له الأمور إلى سواي أبدا كل أمير. رديت أن ربي وربي رديه، أني وبالماه مها مرديه. يشكره كلي بحمد أبدا، وكونه لي بمناي أبدا. برأني البصير من عيوبي نفسي، وكان لي بالغيوب. فرحت غير القلق بالكتاب، وقاد لي ما جذا كتاب. ينقاد لي من مالكي ما شاء، قلبي ومني قبل الإنشاء. هرب إبليس أدو الله لغير نهوية وكل الله. هرب إبليس أدو الله لغير نهوية وكل الله. كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة جنة عاجلة لناظمها إلى الجنة التي يعود المتقون. والله على ما نقول وكيل، لا ريب فيه. لم ينهو قلبي شك أو ترددي، وليس ينهو ذاتي تقددي. ولم ينهو قلبي شك أو ترددي، وليس ينهو ذاتي تقددي. أحمد رب العالمين الشاكرة له ولي قد تيب المشاكرة. رديت أن باق إلينا أرسله، أحمدنا الذي عيوبي قسله. ينقاد لي من رازق غير حلال، بلا حساب أو بلاء ودلال. بارك لي في أمري ذو الأرض، وذو السماء قابلا لقرده. فاذت بلا شقاوة حياته، بالله والرسول والآيات. يسونني الحفيظ أنت قولي، ولا أكون أنوزا تحولي. هدى الإله قد مها ترددي، وكونه لي قد مها تقددي. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف متوجه إلى ما عتير له أن يتوجه بلا انصراف عنه إلى عقسه، ولم يهبط شيء من الحوائق، ولا يقول بينه وبينه حائل. والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ووهب لي قوله يؤمنون بالغيب، يشهد لي ربي بأني مؤمن ومسلم ومسن وأدمن. وتنقل بالله في التوحيد، وتنقل بالله في التوحيد، مع نية القيل بلا جهود. مكن في الذكر لسان الله، مع قول قيل نعم الرب الله. نهاه بالواجب والمندوب، مع المباح الجسم ذات أديب. وجدت قلبي ولساني وجميعا جواله لخالقي نعم السميع. نفى لغير كالكل الإشراك، من قاد لليقين والإدراك. بريت من شك ومن أغرادي، فاسدة بمن هدى أعرادي. أشكر قلي وحبي المبيع، منذ لساني ساله عن القبيع. ليست جواله تميل لحرم، ولا لمكروه وفص بالمرام. غيب الربي شياتين وراه، لغير الضر وكنت سواه. يسوق إبليس وما والاه، إلى سوى ذرية ربي الله. بارك في الله أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن. وجلحق أيدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي إلى دخولي الجنة التي همد المتقون، سالحة مصلحة جالبة إلى أصله المساله، بلا توجه شيء منها إلى سوء أو إدلال أو غواية أو غرور أبدا. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. واجعلني مدة مكثي في الدنيا ممن يقيمون الصلاة، يقودني لسلوات القمس. حب الذي قد جاد لي بخمسي، قد جاد لي ربي بكوني خلا في كل شيء سالما من علا. يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا. مد لي المعبود في كل لياد، عبادة له تجود بأياد. وجه في الدارين كل لومي، إلى سواي شاكرا للنومي. نومي لدى ربي مثل السلوات، وليس تنهو لحياتي هفوات. نومي لدى ربي مثل السلوات،
وليس تنهو لحياتي هفوات أحبني غير الورى والسهب وبكتابتي يبدو اللهب لهم سلامان كما لهم رداء ربهم الذي كفاني المرداء له سلامان كما لهم رداء ربهم الذي كفاني المرداء صلاة ذي الأرش مع رضواني على النبي وسبيل إهواني له شكوري على الكتاب مع النبي المذنب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصمني منها مقيت جاره هدية الذي على من رمسي قالت لمكسي سنوات الخمس كل يوم وكل شهر بلا فترة ولا كسل ولا تقديم ما وجب تعقيله ولا تعقيل ما وجب تقديمه فيها ولا في غيرها من جميع العبادات المأمور بها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وحلاني قوله تبارك وتعالى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وتقبل قولي المأخوذ من هذه الحروف ومن حروف ومما رزقناهم وصرت بالله الذي لا ينفد ما عنده ولشكوري أحفد ما دلي الحلال والإنجاد من عباد غير مؤمن جاد ملكني نفسي من زكاها مع الهوى وفاد من زكاها مع الابتداية لسوى توجهي لجلدي بمن له توجهي يعتسني الله بما لم يكني ولا يكون لسواي بكني رافقني في البر والبحر مها جند الذي لي عداي قمها زنت مكاتب تدوم أبدا مبكية من ربه لن يعبدا قلت إلى قيد الوراء ما لا يزل له بشارات والدر قبل زل نفيت باطلا بحق فذهق والحق كاس فضله ليدهق إلى سواي السوء والإدلال لي وللعلوم والهلال هرب إبليس مع الإسيان لغير ذاتي بالعلي الديان مد لي الجميل ما لا ينفد من عنده فلشكوري أفد ينفقون واهلا وباتنا بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا أبطال شيء من أنواع الإنفاق ولا من أنواع غيره من العبادات آمين يا رب العالمين يا عيبكم عبدوا ربكم يقول أحمد إلى السهادة يدعو الملا بالعلم والعبادة الحمد لله على الإيمان ثم على الإسلام والإحسان أسكى صلاته على المجير ولا لوسب ذوي التشمير يا أيها أكرم به من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول الجات زهري للإله المانع وأتوسل بغير الشافع لست أميل لسوى الله الجليل ولسوى وسيلة البر الرسول نهازه البغي إلى انتهاك ستر الحفيد المالك الأملاك ألم يروا أن الذي بنى السماء بناؤه بحسد لم يهدما ألم يروا أن الذي بنى السماء بناؤه بحسد لم يهدما سفع من أراد أن يحفدما رفعوا في السماء اجتهدوا يا قوم في التاعة بالعلم والأمل في الخيرات اجتهدوا يا قوم في التاعة بالعلم والأمل في الخيرات إلا إلهي نعمة لا تنفد خباءها بعد كتاب الله باجتماعي ويل لمن زهد في الذكر وفيه الفقه والحديث والتسوف انصرفوا يا ناس مسرعين لله والرسول مزعنين ردا والرحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع بشارة بالأمن إن الموت تشفي سقام الفقر إن الفوت بركة بنيل غير النعم تنسي المريدين أنا القدم كونوا إلى الديان مقبلين دون الذين يفسدون الدين كونوا إلى الديان مقبلين
دون الذين يفسدون الدين من الإله أفضل الصلاة للمصطفى والآل والهداة اعبدوا ربكم إلى الإله بالرسول ميلوا ولا إلى سلب الردى تميلوا عليكم بما به الرسول جاء الرسول بعتداء بالذي نقول جاء به وما له مقول دموا على الذي به الأصول جاء به ياتيكم الوصول وسيتقبلوا مع الياجيل ياتيكم بركة ممن هو الجليل أبدع الذي هو الجليل بعد له تقديم وتبجيل من لم يته قاله الدليل كنوا محبين لمن حقول كنوا محبين لمن غفول النهجه يرابي الأفول محمد النهج العدا فميل به إلى الإله لا تميل وعلم آدم الأسماء كلها وجهت لله إلى وجهه مبتغيا منه ذكاء نهي عليم علمني من لدنك إما وزير علمي وفهمي أنك لك اشتكائي قصور الباعي فهب لي العلم بالاتباع لك اشتكيت يا أليم جهلي فرقي فهمي وذاك حقا لمن مرقيا بكم أنت الذي فهمت أهل الفهم فهب لي الفهم كأهل العلم دعوتك اليوم بجاي المصطفى فذلني العلم وهب لي الصفاء منك أروم العلم والتأدبا فعلمني في جاه المتبا أسألك اللهم كوني عالما وعاملا وسالما وغانما بها قلوم الأسفياء والأولياء بلا مشقة ويسر أمريا أنت الذي علمت اللقمان الحكم فليهب بمصطفى غير الشيم سقني للعلم وسقني الإلما حتى أصير راسقا غير سقني للعلم وسقني الإلما حتى أسير راسقا قدما مد بجاه المصطفى المبري وسليا علي رب أمري أتم ما نويته في سري وعلم بجاهه من بري أنت الذي لست أفضل منك لجلب ما يكون ذا استتار بيني وبينك من الأسرار لجلب جاه المتبى ما فاق إن الذين سبقوا أوراق هب لي ما يغيب عن سواك وعن سوى المختار من بشراك أجب بجاهه وسل بالسلام عليه بالآل وبسبب الكرام أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أبدأت باسم من هو الإله رحمننا الرحيم نعم الله وجدته بذكر الحكيم وقاد للعذ ما تركيم لو قتابي ومهى الأقدار ولسوى ناوين فالقدار أجابني إجابة أنها عجز سوى والوعد به لي النجذ عي الكتاب لا تزال قايدا لي إلى الجنان غير فايدة كن فيكون لي هب للجنان وفي الجنان لا أداها في امتنان إلى الإله قلت كل همدي زع عصبة من قطعي وحمدي صفى بقائي القديم الباقي ذو الأرضين السبي واتباقي متجهاتي العداية والدرر وبالحسان الجتلي وبالدرر أنا تني إئمن ويمنى النفع والاستواء ما يسوء النفع بادرت البشر والأمان لي وود من هو الرحمن أصلي على الذي إلي قعد نفا بلا مضرة فانقاد لعن لي القلب الذي من سرف لدللي وما إلي انحرف جست الصراط وجميع الحقبي بالله من لي قاد كل من قديم نفعني النافع نفعا لم يرى قلت لغيري ولغيري لن يرى نفعني الرحمن والرحيم نفع بين قاد لي الترحيم هداني الهادي هداية القبير وقال لي كبير تفضل الأليم بالقلوم علي الداعية إلى تعليمي هديتي قبلت ذات لاوة مرتديا بالله زاهلاوة من علي الله بالكتاب بلا مشقة ولا عتاب فأن أزماها ولسوى يساء من تعزماها يقود للنافع نفعا أرماها ولسوى يساء من تعزماها همتي ارتقت لتعليم الألوم لوجه من لي لا يوجه الأليم
أرضيه بالتعليم عن تعلمي بغير نكر وبغير ألم. خدمة غير العالمين علمت خير العلوم كالكليف علمت. إن إلامي للإله والرسول قيلة ماردة وقيلة سل. لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغا ولا مريد. لها إلامي لقدت الكون في جيب من جعل نور الكون. وجدت خطي للفروض والسنن لوجه من يعود لي قيل المنن. نفاس والقرآن والتلاوة والقيل للغير وللحلاوة. أصحاب الجنة هم فيها خالدون الحمد لله تعالى. وإنني له أديم وهدى صلاته على الذي قد فدلاه على قيار المرسلين الفدلاء. أما جهاتي كلها الباع الجميل أمن يسوء ولغيري يمل. أحمد ربي على البهاء خير الورى الشفيع ذلي. خدمته تهمي أن الأدنى عزيب لو جميع من تمال الرسول من العجائب بإذن المرسلي. جزاء أحسن الجزاء الله في الآل والسب ومن والاه. نبينا أحمد نور العالمين نعم النجيب والعجيب والأمين. نبينا ليب ربي وجناب النورا هو النبي والرسول والإمام. نعم القتام والكمال والتمام تسليم من له أديم الوهد ألا مذاذي الأناي وهد. هدى رسول الله صلى الله عليه نور للذي وعلى غير العالمين وهبت لجملة الرسل ما لهم شبت. أحملنا للكرماء غيث وإنه على الليام ليث. خدمة أحمد لغير زهدهت خدمة أحمد لغير زهدهت. ما لا أحبه وذري مهد أعطيته المداد والقلامة وغيرها الدهر ولا القلامة. لله بالمختار السري والعلن ولي به قد لها إلامي إلى الكتاب حب الذي قال له كتاب. وجدت للمتار قبل ما سرف به لغيري العبد فانسرف. وجدت للمتار قبل ما سرف به لغيري العبد فانسرف. نفعني بمصطفى الله ومولانا محمد وآله وصحبه. واجعلني من أهل الجنة التي وعد المتقون. وانشر علي بركات الجنة التي وعد المتقون. واجعلني محبوبا عند أهل الجنة التي وعد المتقون. وهب لي بحق وجه الله تعالى الكريم دخول الجنة التي وعد المتقون بلا شيء من الآفات والأقدار. يا من له هذه الدار وتلك الدار. آمين يا رب العالمين. أصحاب أحمد ربا كونه لي علنا أسمني من العداء بولنا. سان الجهات الست باق أحسنا للظاهر وباطن فحسنا. حبي له وللنبي تبينا ولي ما لغتاره قد عينا. أدوه شكرا يزيد يقنا ولي لا يفدي دواء يقنا. بجلني مغن كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا. إلي قاد الله أجرا حسنا ويقظا طيب لي والوسنا. لقاد في نومي سرا بتنا وبي يباهي كل من تفتنا. جمال ربنا توجه لنا بغير مكر ذا تنزع لنا. نفى الحفيظ ما يجر الوطنا لغير نهبي ولغير يمشي والإله معنا. تبتله من غير شكر ألنا وقال لي منه تعالى ولنا. هديتي إلى الجنان راقية من الإله لا تزال باقية. مدرتي بلا ثبوت فانية يقى سروري من جمال ثانية. فجاءني من كان لي بالقافية بما أدام لي حياتي شافية. يقود للباقي قطوفا دانية يقود للباقي قطوفا دانية. وبشري ليست تكون فانية. هدمت ما كان العين بانية من الفرا ولا أكون يا. إلي تنقاد الأجور الباقية في كل عاد ونذر الواقية. إلي تنقاد الأجور الباقية في كل عادة ونذر الواقية. خلتي يقود لي غير عافية مع السفا والأمن غير عافية. ألان للباقي القلوب القاسية بلا. ناجيت من أنزل آية الراقية
بها وقادل الأجور الباقية ناجيت من أنزل آية براقية بها وقادل الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها قائلون إليك يا قيل البرية السلام قديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام في لار ولا ساب ربنا السلام وسمى مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من هباك بالكلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك القياد سالهين بالزمام لك لداء ربي ولا كل مرام لك بي يا سيدي أسنى احترام جاد لنا باق تعالى أن منام بك فأنت سيدي خير الأنام جاد لنا باق تعالى أن منام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لإدعام نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام هديتي خذ كرما بالانسلام جلي من إلهك المرام تطول ربي زائرا بها النفام لك وقبله حبوت بعظام هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدارية من لكني الماهي هدايا كافية كل أذن من قيل آي كافية فرته بقدم لا شانبية هديتي إلى النبي سافية بشارة له قيورا دافية إن حلامي بالنبي هادية إلى جنان من أولاه بالية خدمة قيل العالمين الجالية قاليني فالدور منه قالية أهمرنا الربة جهرا عالية تحبه وتخفي قالية لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست قافية إذ الحياة للعباد الشافية ودي لربي وله للقاسية ألان وحدي لست دهر الناسية ناجيت فيه إليك والمعروف آمين يا رب العالمين هم فيها قاردون همتي ارتقت لخدمة النبي خدمة تبشير وسفات نبيه مها نبي منتقى تزبزبه وحيرتي وسانني عن كذبي فاق الوراء مختارنا في نسبي وخلق معظم وحسبي يقول أمة النبي في الكرب وغيره نفسي فقط زاره بي هباته منها هبات العربي ونهل العجم أهل القرب أحمدنا المختار باب الأدب كالعلم والأمل ماهي الودبي خدمته أني أزال التهبي وذاتها لقيل النهوي مرعبي أنداهه أني أزال الحجبي في البر والبهر وأبقت عجبي للمنتقى وزقبي مع سره وأملي لم يهبي نهى حياتي للنبي المهذبي نهى حياتي للنبي المهذبي كوني قديمه بلا معذبي وجه لي إحياء الليلة يدي حقا هماني اللغا وريبي ربي توجهت بقتل يسر المنتقى نهم سيدي فلاه الذي يقفو هدى أفضل الورى مدام لدى الهادي الكريم المؤيد يقيني يقيني حب ما لا يحبه نبي رسول جادلي بالمقلدي هديات قيل الخلق ما ساءني نفت لغيري وأغنت كالكلي أنت جلدي إذا مات الأوت الآية للقادة للمناها وينهو لقير سافيات بأسمري ليشهد بأني أبدس الأرش وحده وإني قديم المنتقى والتميدي دريت إلها واحدا غير مالك فكن لي بغفران وعف وأيدي وسقت بك الدارين يا خالق الولاء بذكرك والماهي النبي ذات قيدي نهوت لربي والمقفى محمد عليه صلاة مع سلام مسرمدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل من لم يحبني من الرجال والنساء وإني وسابق وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ووجه إلى كل من قصدني بالسوء إماتة من قال من كان عدوا لله مميت كف من توجه بدر لي له في عاجل يا من يدر
نافير أهلي كل من جنى بي نهى بضر وتذي الأنابي كريم كرمني تكريما يدم بجاي من جعلتني له الخديم أحب جلي بأن لا أشرك إذا أغزلي من أشرك نفيت شكي في وعداي في القميص يا من كفاني الأمير والقميص علمني العلوم تعلم الأليم وليهم منك تكلم الكريم دعي استجبت ربي في سفر ودفا عدوا قد قلاني وباللهاي وهب هب لي مواهب الكبير وقد مبارزي فورا للقبور وهب هب لي مواهب الكبير وقد مبارزي فورا عدل على شخص نهاني بدرر سطوة أزرائيل أدخل شرر للمصطفى وجيب بالانتهائي أين سلاميك وزن لهائي لهائي الجل سرمدا مقودا لي بقدرك قن الوقودا لك انصرفت من إله العالمين إلى الأمين بالأمين لا يمين بجاهه يا مالك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبين رلي بجاهه عداي واللعن ولي وجه فوق أصولي يا معين مع اليقين وعندك جعلني سرورا متقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين آمين يا رب العالمين وبركات من ذكرت بالمداد راديا منك بجاهي ما فاق ظني بالأمداد ميك رب البشر في كل شيء لي قلدت البشر كون بمن به تجود بمطر كوني فوق كل باغ زبتر أجد به لي وذات وتتقبل كل ما مني سدر أعطيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خبر يسر لي الحضور ربي والصور يسر لي الحضور ربي والسهر بجاي من كوني قديم واشتهر لك به وبالذي ما سقل الوتر آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وحال بيني أبدا وبين من قال فيهم فإن الله فرا لغيري الكفور والفسوق والشرك وانقاد لأمرنا فسوق انقاد للإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا أولام نفعني الواجب والمندوب وانقاد للمباه وقريه أحمده حمد جميع الأمة على النبي المنتقى محمد هداني الهادي خليلا حبا لولدا أحبابه محبا عدا إلهي لسواي مالو ولسوا در العدا أمالو دهاهم الخوف إلى انزجالي عن دردي وجوههم مالت مع الأبدان إلى سوى ذرية في البلدان ولو فراضي كلهم ومثنى والله ربي علي أثنى لم ينهني مرتد أو زنديق وانقاد لي تائب والصديق لم ينهني بار عصر صرفوا لغيري بمكرهم وقد نأوا بديري إلى سوى در انتهى الفجار ومن بحرم عرفوا وجاروا إلى سوى در انتهى الفجار ومن بظلم قرفوا وجاروا فرغت من توجه إلى كفور أو لزم النفاق أو ذا النفور رد الذين كفروا بغيرهم إلى سوى مضرتي ومكرهم ينقاد لي من الإله الله سأعرف كل حاسد ولاهي نفى إلهي الكفور والفسوق والشرك للغير ونطر الحسوق بلا تذلذل ولا كدر ولا شيء يسوقني أو يضرني في شيء ما أبدا آمن يا رب العالمين بحرمة الأمينين وحرمة الأمين وجل هذه القصيدة عسنا حسنا لقائلها عن كل ما لم يغتر له في الحال والمال وجل ناقلة ومفاصلهما أبدا من التوجه إلى ناظمها آمن يا رب العالمين ومع ذلك على الله بعزيز والله يغتس برحمته من يشاء وسل لي ثمن كعور ثمن دمائري فليتاب الزمن لك السماوات لك الأراضي يا مذهب الأمراض بالأغراض أنهيت سيري لك بالمغتاري
وللجنان سنت لي مهتائي هديتي منك نفت لغيري كل أذى ولي تديم قيري ينقاد لي نفع بغير ضري وعمري سار خببت يا باقي جنون حسدي خيبت يا باقي جنون حسدي فيك ما عصمتني من حسدي تنزيل رب العالمين سالا ملكي ومنه قاد لي أنسالا تنزيل رب العالمين سالا والألومة النافعات من إلهي العليمة في الدارين قد توجهت لغير ذاتي وحياتي نوهت ترسي عن الفجار والنيران عفظ الذي بشر بي جيراني أدية الباقي هدف حياتي بالله الله نزع ما اعتال لي من القيور نزع لي ما اعتال لي من القيور مكرم كل بالممر والديور يقود للمعطي نافع القرى في وتني ذا نزول وذا علا شكرت ربي بذي الحروف وقال لي إلي بالمعروف إلى إله الناس رب الناس مالكهم وصلت بالجناس آمنت بالذي أتاني الثمن من عنده فليتاب الزمن آمن يا رب العالمين وإذ جعلنا البيت مخربة للناس وأمنا وكذلك قال ربك من الله وصلت للجميل أحسن حروف وصلت للجميل أحسن حروف وما الجميل لغير الحروف إلى إله الله قد أوصلت توحيد رسلي لدن وصلت إلى إله الله قد أوصلت توحيد رسله ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله جعل لي الوهاب بالمرام ونعم ذو الجلال والإكرام أنه رديت وهو أني رادي وسانني عن جملة الأمر هذه لو قتادي وكفاني كل من لا يعبد الله وأنا لي بالبشر والتسريه يقودني لله حب وجمال إلي منه ولبول الكمال ترسي عن الأدناس والأغيار كوني قديم سيد الأغيار مد لي المهتار سرا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى ثبت لي الرسوق واليقين والقاد للإلهام والتلقين إلي قاد الله ما عن الولاء غاب وقاد للهدى وسولى يستعيذ أبدا من نهوي ترسي عن الشيطان والمناهي اسم تباق آمل والناهي لم ينهني اليوم وبده كساده في كل ما أن يبيع أو فساد لم يغطر اليوم ببال من خلق توجيه ضر لي ولا من ينخلق نفس شياطين الورى ومن سانني ولي أقمى ميليا قذب ربي لسواي الهدنا وسان للذي إلي اتذنا سر رسول الله عند الزبد خطي ولي راد العدا كالمزبد وجهت للمختار عند اليم بشارة له بغير غم إلى إله الله قد وجهت الأموال والفئام كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لحجة مانعة من العتاب ردت كتابتي كتابتي بترد الواهد إلى سوى ذاتي كل الجاهد زبت كتابتي بترد الواهد إلى سوى ذاتي كل الجاهد إلى سوى نعم انتهى ما لا يليق بنفي من هو بشكري قليل الله لله ربي أبدا كليته حقدي وقولي أنبي يتمعا قاد ليسر المسؤول الشاكرا يتي من قاد للمشاكرا الله خير رازق ونافع وغير باسط وغير رافع وقتابي وكفاني كل ما لم يرده لي وقلبي ألما رددت ما نهى جنابي الأزل بغير رد لي وذا منك النذل بينت لي تبيا من يسوق لسواي القوفا ناجيتني تناجي القريب وجدت لي بالأمن والتقريب أنتني ما لم تنه غيري من المنايا مذبا لديه لم ينهني اليوم ولا ينهو قدا ذاتي إلى ما Thank you.
Je vais vous montrer comment on a fait.